عبد الفتاح السيسي مستمر في مسلسل الخيانة اللي بدأه من يوم ما وصل الحكم بانقلاب عسكري، وده طبعا مش كلام بنقوله خلاص، لان كل يوم عبد الفتاح السيسي بيأكد على كلامنا ده. احنا مش محتاجين نبذل جهد، مش محتاجين نفبرك حاجة، كل اللي محتاجينه ان احنا نجيب الاخبار ونحطها قدام حضرتك، نجيب المقولات اللي بيقولها السيسي والتصريحات اللي بيقولها عشان تعرف انك بتتعامل مع عميل وخاين جاي علشان يقسم ظهر الدولة المصرية ويذل الشعب المصري، والدولة الكبيرة العظيمة المؤثرة يبقى ملهاش قيمة، شوية هلاهيل زي ما قال عليها قبل كده. علشان كده هتلاقيه بيبيع كل حاجة لأي حد، خاصة أعدائك، بيبيع كل حاجة لأي حد عايز يتحكم فيك وعنده مشاكل معاك، بعضهم عنده مشاكل نفسية عشان كنت بتساعده زمان، وبعضهم عنده عداء تاريخي معاك فيبيع له أرضك ووطنك وثرواتك وتاريخك وجيشك، وفوق ده كله يمن عليك ويقول لك بيساعدونا. النفس ده موجود، والسيسي عارف بيعمل ايه كويس، وبعض الناس في الدولة المصرية مش قابلة بده، بتحاول على استحياء تقول له ما ينفعش وما يصحش، ولكنه بيستقوى بكل حد غير مصري على كل المصريين الشرفة. شوية قتلهم، وشوية حطهم في السجون، وشوية طفشهم برا البلد، وشوية مسكتهم عشان ماسك اهاليهم في مصر وبيقول لهم محدش يتكلم. نحن هنا دورنا ان احنا بس بنحاول نقولك السيسي اهو قدامك، محدش فينا بيزور عليه حاجة ولا بيتأول عليه كلمة، لان اللي بيقوله عبد الفتاح السيسي فيه كل الادلة على الخيانة والعمالة. تعالوا عرض البلد مكشوف، وانا نخاس ببيع كل حاجة في مصر، وبضمن لكم ان لو مشيت عن الحكم او لو قامت ثورة ضدي فانا قادر احمي كل الاستثمارات، كل البيع، كل التفريط، كل البيع اللي حصل. بيع بقى منجم السكري، بيع راس الحكمة، بيع كل حاجة في البلد، بيع للإماراتي وللإسرائيلي، بيع للي جاي يشيل. يا عزيزي لا تتعجب، كل حاجة في عهد السيسي ممكنة ومباح. ممكن تبقى مجرم وتبقى رئيس وزراء أو تبقى وزير خارجية أو تبقى وزير طيران عادي، إذا كان رب البيت بالدف ضارب، إذا كان عبد الفتاح السيسي على رأس الدولة المصرية فكل حاجة مباحة. اسرق واقتل وانهب وزل البلد وبيع عرضها ولحمها، محدش هيقولك حاجة طالما في نشأة الديه وأحمد موسى واسمه الخطيب والعيال اللي بتطلع تقولك الله عليك يا قاهر الإخوان. هما الإخوان عملوا كده؟ بالتأكيد ما عملوش كده، ولا نظام وطني مر في تاريخ مصر عمل كده. اللي بيعمل كده هو بائع الأرض المصرية، وبائع الماء المصري، ومفرط في الكرامة المصرية، ومذل الشعب المصري، ومفقر المصريين. كل الأوصاف دي وغيرها آلاف تقدر تقوله على السيسي ونظامه، ونقطة ومن أول السطر.